سيدنا نوح كانت تعصف بهم الامواج وهي تجري بهم في موج كالجبال كان شكل الجبال الامواج ايها الاحبه يرتفع لالاف الامتار وهي تجري بهم في موج كالجبال اعنف من التسونامي الله سبحانه وتعالى اراد ان ينجي نوحا من هذه الاحداث وهذه الامواج وان ينجيه من الغرق حيث اغرق الكفار في ذلك الوقت. علمه دعاء النجاه. اذا هذا الدعاء ليس فقط عندما تدخل الى بيت او او مكان جديد لا حتى عندما تشعر بالخطر تريد ان ينجيك الله من احداث تعصف بك وان ينزلك الله منزلا امنا مباركا طيبا. ماذا تقول؟ انظروا ايها الاحبه. الله امر سيدنا نوحا عليه السلام قال له وقل اذا هذا دعاء من تعليم الله عز وجل. يعني وقل يا نوح وقل ربي انزلني منزلا مباركا. وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. وأنت خير المنزلين أن أن... أي أنت يا رب خير من ينزلني ويحركني ويختار لي المكان المناسب أحيانا الإنسان والله أيها الأحبة اليوم بخاصة في هذا العصر كثير من حياته لا يعلم ماذا يفعل كيف يتخذ القرار الصحيح التكنولوجيا هذه التي أحاطت بنا من كل جانب حيرت الناس، أصبح لدينا عدد كبير من الخيارات، لا تعلم كيف تذهب، ماذا تعمل؟ هل تجلس في هذا المكان أو مكان آخر أو تسافر أو تجلس كيف تبحث عن الرزق؟ يعني أسئلة كثيرة تدور في ذهن كل واحد منا اليوم تحير هذا الإنسان بسبب الضغط التكنولوجي الكبير، وسائل الاتصالات والاختراعات وغير ذلك. طبعاً هذا الدعاء مفيد جداً أيها الأحبة، دعاء سيدنا نوح في حالة الإحساس بالخوف الإحساس بالخطورة الإحساس حتى في حالة فيروس كورونا مثلا في حالة أنت تخاف حالة الخوف حالة الرعب أدعو بهذا الدعاء وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ماذا يعني ذلك أيها الأحبة ينبغي وأنت تدعو بهذا الدعاء أن تتذكر قدرة الله في الكون ان تتذكر ان الله هو المتصرف ليس فلان او فلان او فلان انا عندما اذهب في قضاء حاجه ينبغي ان استيقن قبل ان اذهب مهما كانت هذه الحاجه ان الله هو الذي يتحكم بهذا الذي امامي ويتحكم بالبشر ويتحكم بالزمن ويتحكم بكل خليه من خلايا جسدي بكل ذره من ذرات الكون لذلك الامر منتهي وانت خير المنزلين يعني يا رب انا لجات اليك في هذا الظرف الصعب فانزلني منزلا مباركا اختر لي المكان المناسب الطريقه المناسبه التي استقر بها لانجو من من المشاكل الذي تحيط بي وانت خير من يفعل ذلك وانت خير من ينزل وأنت خير المنزلين لذلك أحبتي في الله لا أريد أن أطيل عليكم تعلموا هذا الدعاء احفظوا هناك أدعية في القرآن ينبغي أن تحفظها كما تحفظ اسمك كما تحفظ اسمك وادعوا بها كل يوم وفي حالة يعني دخول بيت جديد أو إذا أردت أن, أن, أن يرزقك الله بيتا ليس لديك بيت فهذا الدعاء ادعو به سبع مرات كل يوم حتى يهيئ الله لك هذا المنزل. وقل ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا خير بيت وهو في الجنه ان شاء الله جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.